مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال دواء سيرترالين إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو أدعوك للإشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك فهي تعني لي الكثير. حسنا، بالنسبة لدواعي استعمال دواء سيرترالين، فهذا الدواء يستخدم في علاج مرض الاكتئاب وحالة الانفعال العصبي والتوتر والقلق. يساهم في معالجة العديد من أمراض الوسواس القهري، يمنع الإصابة بالفزع أو الخوف الزائد عن اللزوم، يقلل من الاضطرابات النفسية والعصبية التي تحدث بعد التعرض لصدمة أو موقف صعب فجأة، يعالج حالات تعكر المزاج أو تقلب الحالة المزاجية أو التي لدى الكثير من النساء خلال الطمس أو قبل حدوث الدورة الشهرية. يسهم في علاج حالات الاكتئاب عن طريق تحسين القدرة على النوم ليلا، وقد يساعد في فتح الشهية بالنسبة للشخص الذي لا يتناول كثيرا، حين أن مفعوله على باقي الأعراض الجسدية ومصاحبة للمرض فقد تحتاج إلى شهر أو شهر ونصف لتتحسن. بالنسبة لبعض موانئ استعمال الدواء، يمنع أخذ سيرترالين إن كان المريض مصابا بتحسس ناحية مادة السيرترالين أو أي مكونات الدواء عامة، ويجب استشارة الطبيب. بالنسبة للآثار الجانبية المحتمل حدوثها خلال فترة العلاج، توجد بعض الآثار الجانبية التي تشيع بين المرضى خلال مدة العلاج وتنتهي مع انتهاء الفترة العلاجية، وقد تحدث بشكل متقطع تتضمن ما يلي: البرود الجنسي، ألم في الجهاز الهضمي، الإصابة بالإسهال، ألم في المفاصل، ألم في العضلات، تغير في الرغبات الجنسية، كثافة الطمث، عدم الرغبة في تناول الطعام، كثرة التبول، الشعور بإرهاق كبير، الشعور بالنعاس خلال اليوم، اهتزاز الجسم بصورة غير طبيعية، جفاف البشرة أو جفاف الفم، إضافة إلى الإصابة بقيء أو غثيان. فبعض الإرشادات الاستخدام تتمثل في: يجب تناول الجرعة محددة طبقا لإرشادات الطبيب، وعادة ما يتم أخذ الدواء مرة يوميا، يفضل أن تداوم مع الأخذ الدواء في نفس الوقت من اليوم كل يوم. عادة ما ينصح الطبيب بتناول جرعة صغيرة من الدواء إذا كان الشخص يتناوله لأول مرة، ثم تزيد الجرعة تدريجيا حتى تصل للجرعة الفعالة والتي تحدث تأثيرا فعليا. لا يجب تناول جرعة أكبر من الجرعة التي حددها الطبيب أو زيادة مدة العلاج عن ما نصح به الطبيب أو إيقاف تناول الدواء دون الرجوع للطبيب. قد يحتاج الدواء لشهر أو أكثر حتى يعطي التأثير المرجو منه. يجب أن تتناول الدواء في موعده وألا توقفه دون مشورة الطبيب لتجنب حدوث آثار جانبية، حتى ولم تكن تشعر بتحسن أو أعراض المرض قد اختفت. إذا قمت بتوقف تناول الدواء من تلقاء نفسك فقد يشكل ذلك الكثير من الخطر بسبب حدوث أعراض انسحاب، وقد يؤدي ذلك إلى تقلب المزاج أو الانفعال العصبي ورعشة الأطراف والدوخة وتنميل الجسم والشعور بوخز أو صدمة كهربية في اليد أو القدم، مع زيادة إفراز الغدد العرقية والرغبة في القيء أو غثيان أو مشاكل الأرق وكثرة النوم. عادة ما يتم إيقاف تعاطي الدواء بشكل تدريجي تحت إشراف الطبيب المختص، يتابع الحالة أو على الأقل تستغرق فترة إيقاف الدواء أسبوع كامل. نحب أن ننوه أن المعلومات المرتبطة بالأدوية والخلاطات والوصفات ليست بديل عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. أعزائي المشاهدين، كان هذا هو دواعي استعمال دواء سيرترالين. قبل أن تذهب المرجو فقط ادعمني بالضغط على زر لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. شافاكم الله.